طيب خلينا قبل ما نروح لماتش السيراميكا نروح للاستاذ رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري، مبارك له طبعا على المكسب الكبير للنادي المصري والاداء الحلو اللي عمله المصري امام بيراميدز، ونسال على موضوع كابتن علي ماهر وبيراميدز برضه ونشوف ايه اللي بيحصل في النادي المصري. يا استاذ رجب ازاي حضرتك؟ اهلا يا كابتن كريم، اهلا بيك. مبروك على الماتش الحلو اللي فات وفي الرابطه وفوز المصري 3-1 واداء رائع، وواضح كده النادي المصري عايز ينافس على الرابطه السنه دي كاس الرابطه. ربنا يبارك فيك، لا ان شاء الله اللي جاي ان شاء الله خير بالنسبه للنادي المصري ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يعني قول لي كان اليومين اللي فاتوا كده طرح كلام ان النادي البيراميدز بيكلم اداره المصري عشان ياخد كابتن علي ماهر يدرب بيراميدز. موقف النادي المصري ايه او يعني شفتوا الموضوع ده ازاي؟ لا يعني هو ما فيش حاجه طبعا رسميه بتقول الكلام ده، لكن ما تردد على السوشيال ميديا وعلى اكثر من موقع الا ان الكابتن علي كان له دور انه ينفي هذا الكلام ويتمسك بوجوده في النادي المصري، والحقيقه ان النادي المصري قادر ان هو يحقق طموحات مدير فني كبير زي الكابتن علي ماهر، وبنتمسك بوجود الكابتن علي ماهر وجهازه المعاون وان شاء الله هيستمروا معانا وربنا يوفقهم ويحققوا حاجه جديده وكبيره للنادي المصري ان شاء الله. بس انا سمعت ان حصل تواصل ما بين اداره بيراميدز على بالتليفون مع المستر كامل ابو علي ومعاكم ان هم يعني بيعرضوا عليكم ان هم ياخدوا الكابتن علي ماهر. كلام عاري تماما من الصح. ما حصلش. وبعدين ولا العرض جه ازاي وكابتن علي ماهر نفاه؟ المنوط بيه انه يرد على هذا الكلام هو كابتن علي ماهر بنفسه. وكابتن علي رد، كابتن علي رد ونفى. بالظبط. وقال متمسك ببقائه في النادي المصري. يعني انا بعتقد ان نفي الكابتن علي كفيل بانه يدحض هذا الكلام تماما. تمام. طيب لو جه عرض الكابتن علي ماهر من منتخب مصر؟ والله في الحاله دي يعني مصر اولا زي ما بيقولوا. ايوه. كلنا مقتنعين وكابتن علي ماهر اهل لهذا الكلام، وفي الحاله دي هيكون قرار كابتن علي ماهر اعتقد ان هو يعني يدرب منتخب مصر وربنا يوفقه، ومدرب على مستوى كبير جدا. ايوه. احنا فخورين بوجوده مع جهازه معاهم في النادي المصري. ومتمسكين بيه لاقصى درجه. اكيد. تقول ايه الجمهور المصري اللي بقى عطشان وطمعان ان هو يكسب كاس الرابطه؟ بقول لجمهور النادي المصري خلونا يعني ما نستعجلش في الفرحه زي ما حصل السنه اللي فاتت وبعدين صب الاحباط، خلونا نمكن الجهاز الفني مع الفريق والاسكواد العالي جدا السنه دي اللي عامله مستر كامل ومجلس الاداره، وعندنا فريق كويس وجهاز فني على مستوى كبير. طموحاتنا كبيره، محتاجين نحقق طموحات جماهير النادي المصري المتعطشه لتحقيق بطوله ان شاء الله. دكتور رجب عبد القادر بشكرك وكل التوفيق للنادي المصري باذن الله خلال الفتره القادمه. شكرا لك كابتن كريم. الله يخليك، بشكرك شكرا جزيلا.